السلام عليكم ورحمة الله. طلابي سوف نتابع اليوم بالدرس السادس ببرنامج التعليم عن بعد في الهيئة التربوية التعليمية، ألا وهو قياس الكتل. إذا تعرفنا لقياس الأطوال، حكيت عن المتر والسنتيمتر والمليمتر، والآن رح ننتقل إلى حساب الكتل. بالتدريب الأول بالكتاب بصفحة 90 قال لي أكمل ما يلي بالوحدة المناسبة، إما أن تكون غرام أو كيلوغرام. معناها أنا عندي خيارين بالفراغات هاي، إما بوضع غرام أو كيلوغرام. طيب إذا قلت لك الدفتر، هل ممكن يكون الدفتر اللي أنت حامله ممكن بالنهار تكون حاطط بشنتايتك 3-4 دفاتر وخمس ست كتب، هل ممكن الدفتر يكون 350 كيلو؟ أكيد لا. هل رح تقدر أنت تحمل على ظهرك 4-5 كتب أو 4-5 دفاتر وزن الواحد 350 كيلو؟ أكيد لا، فهني 350 غرام. الآن قال لي سلة فواكه، سلة فواكه صغيرة رح توسع 1 كيلو، ما رح تكون 1 غرام، يعني أكيد ما رح تكون السلة بس 1، سلة الفواكه رح تكون 1 كيلو غرام مثلا. قال لي قطعة الجاتو مثلا، قطعة الجاتو اللي انت بتاكلها، هل معقول تكون عم تاكل 20 كيلو من الجاتو؟ اكيد لا، فهني 20 جرام. طيب علبي، في عندي العلبي، ممكن تكون العلبي ممكن يكون فيها بتيفور او هيك، ما معقول تكون 2 غرام فقط، فرح اقول هي 2 كيلو غرام. الان إذا أنت من الكتاب، أنا انتقيت بعض التدريبات، يعني نحن ما وضعنا كل التدريبات الموجودة بالكتاب، فأنا انتقيت بعض التدريبات بحيث تكون مختلفة ومتفاوتة لحتى نتعلم الحساب. إذا انتقلت للتدريب الرابع اللي موجود بالكتاب، طبعا في فكرة صغيرة، هلأ نحن هون قدرنا تقدير كيف بقدر تقريبا الكتلة، كيف بعرف أنا الكتلة تقريبا قد إيه. الآن اتعرف على تحويل الأطوال. قال لي في عبارة أو مساواة، كل 1 كيلو جرام 1000 غرام. معناها أنت لما بتروح لتشتري كيلو بندورة مثلا، فأنت كتلته 1000 غرام. طيب 1000 غرام يعني 1 كيلو، بتشوف على الميزان كاتب لك 1000 غرام، بتشوف على الميزان مكتوب 1000 غرام يعني 1 كيلو. إذا انتقلت للتحويل، قال لي أكمل ما يلي بالعدد المناسب، كل 1 كيلو جرام كم جرام؟ قلنا 1000. طيب الكيليين 2000. طيب 3 كيلو 3000. طبعا هدول كتير سهلين. الآن قال لي 1800 غرام و1 كيلو كم جرام؟ ال1 كيلو أنا بعرفه 1000، وعند 1800 بصيروا 2800. عندي 600 غرام و2 كيلو، ال2 كيلو هن 2000 غرام، وعندي 600 بصيروا 2600 غرام. عندي 250 غرام و1000 كيلو، وعفوا 1 كيلو، ال1 كيلو جرام هو 1000 غرام، وعندي 250 بصيروا 1250 غرام. ال50 غرام و1 كيلو، عندي ال1 هو 1000، معناها 1050 جرام. 20 جرام و1 كيلو جرام، ال1 كيلو 1000، وال20 بصيروا 1020. 50 جرام و1 كيلو، ال1 1000، وعندي ايضا 50 جرام. هيك بكون انا تعلمت كيف حول من كيلو جرام، اذا عندي اجزاء من الجرام بجمعهم مع بعض وبعدها بحولهم لجرام. إذا انتقلت إلى التدريب الثامن، قال لي رتب الكتل التالي من الأخف إلى الأثقل، يعني من الصغير، الأخف هو الصغير، إلى الأثقل هو العدد الأكبر. رح لاحظ هون عندي غرام وكيلو جرام، هون جرام جرام، هون جرام وكيلو جرام، رح حول كل الواحدات لجرام وبعدين قارنها. قال لي 500 جرام 1 كيلو يعني 1500 جرام، وعندي 2350 جرام، وعندي 500 جرام. الآن الكيليين هم 2000، وعندي 50 2050 جرام. هلأ الترتيب،
بالنسبة للترتيب برجع برتب أنا الأساسيات، يعني أنت ما ترتب لي التحويل، لا برتب الأساسيات لأنه هاي الأساسيات اللي أعطاني إياها. الآن رح طلع عندي 1500 2350 500 وهون 2000، معناها ال 500 هي أصغر شيء وكانت بالأصل مكتوبة هي 500 جرام، معناها من الأخف إلى الأثقل 500 جرام. بعدها عندي هون 2050 هون 2350 هون 1050، معناها هي هي الأكبر. مثل ما اتفقنا برتب هدول، معناها 500 جرام و1 كيلوغرام. الآن عندي 2350 وعندي 2050، هاي أكيد أقل، وال50 جرام و2 كيلوغرام، وآخر شيء هي 2350 جرام. هيك بكون رتبت الواحدات أو الكتل اللي أعطاني إياها من الأخف إلى الأثقل. بالتدريب الخامس قال لي أكمل ما يلي بالعدد المناسب. الآن شو رح أعمل؟ قال لي عندي 1450 جرام تساوي فراغ جرام وفراغ كيلو جرام. طيب قلت ال 1450، ال 1000 هي 1 كيلو فبحطها هون 1. طيب ال 450 بيبقوا جرامات. الآن ال 1000 هي 1، ال 1000 جرام هي 1 كيلو، و 800 بيبقوا 2750، ال 2000 هن بالكيلو جرام وال 750 بيبقوا جرامات، يعني بيطلعوا هون 2 كيلو. ال 3 بصيروا 3 كيلو، هي ال 3000، وال 210 هن جرامات. هيك بيكون انتهى الدرس لليوم بقياس الكتل. طبعا وظيفتنا لليوم اللي هي صفحة 90 وصفحة 91 على الكتاب، تعلمنا كيف بقدر الكتل، كيف بحول من كيلو جرام إلى جرام، كيف برتب الكتل، وأيضا كيف أنا بحول وبجزئ الكتل اللي موجودة عندي. طبعا الوظيفة ترسل بين الساعة 6 والـ8 مساء على الخاص. والسلام عليكم ورحمة الله.